هي 2011 و2012 والثالثة يعني تقريبا واحد يعني حتى 7 سنوات 8 اللي بقى فيها في الهوات كي يتخبط وكان يبحث على الصعود والعودة للقسم الوطني الثاني لأن تحقلوا هذا الموسم هذا بعد مجهودات مجموعة من المكونات للجمهور للطاقم التقني أيضا حتى المكتب الموسمي وكنعرفوا يعني استاد كي تعتبر من الأندية العريقة فالرباط وايضا عنده جمهور ديالو يعني خاص رغم انه كاين يعني كنعرف في الرباط كاين مجموعه من الانديه اللي مهمه يعني كالفتح وكذلك راه احتفلوا بالمئويه ديالهم هما بالفعل. لا بالفعل هو فريق عريق وشفنا يعني حتى كما قلت لك فرق كثيره حتى في الهواد يعني كاين يعقوب المنصور كاين مجموعه من الانديه ولكن استاد بحكم يعني العراقه ديالو فهو عنده واحد الجمهور خاص به وبالتالي فالصعود ديالو فيعني كان شكل واحد يعني ارتياح كبير بالنسبه للجماهير ديال فريق ستاد المغرب اللي يمكن نقولوا بانه على الاقل رجع لواحد المكان اللي كيستحقه ولو ان كان في ستاد كما قلت عزيز هو من الانديه اللي سقطها اللعب في القسم الوطني الاول لكن اين غيكون يعني الرهان ديال ستاد المغربي ربما يكون الرهان الاول هو على الاقل يضمن البقاء ديالو يعني في القسم الوطني الثاني ومن بعد كما قلتي ما لما لا انه يكون من المنافسين القسم الوطني الاول كنعرفوا بان مجموعة من الأندية في الموسم الأخير اللي فجرات يعني مفاجآت وكانت تمكنات يعني في الموسم ديالها الأول أنها تصعد القسم الوطني الأول. لأن غالبا فكان التعاقد هو شيء مع مصطفى العسيري اللي يتم تجديد الثقة فيه لأنه أيضا يعني رغم أنه درب الفريق في المباريات الأخيرة ولكن استطاع أنه باش يحقق الصعود وشيء طبيعي أنه غيوصل يعني المشوار ديالو كنعرفوا بأن مصطفى العسيري في الموسم الماضي فهو حقق يعني كأس العرش يعني دخل تاريخ ديال المدربين المتواجدين مع هو ولا النادي ديالو الاتحاد البيضاوي اللي الان هو كيجني يعني الثمار ديال هذا الفوز هذا لان كنعرفوا ان غتكون عنده مباراه مع غامتير هي مباراه تاريخيه يعني وكما قلنا كان وراء الفوز هذا بالكأس هو مصطفى العسيري ما تكونش عنده يعني حتى المهمه سهله لان كنعرفوا الفريق اللي كيرجع فدائما كتكون يعني كيفاش غادي يكون يعني المستوى ديالو شنو التركيب البشري واش غتكون يعني في المستوى هذه كلها تساؤلات فهي كتطرح ولا ذكر يعني انتدابات فالفريق تقريبا فهو انتدب مجموعه من اللاعبين يعني الاكثريه منهم يعني من الهوات وكنعرفوا الامكانيات الماليه مازال يعني الفريق فهو كيحاول انه يرفع من الميزانيه ديالو وبالتالي يعني اكثر ديال اللاعبين فهم كانوا من الهوات وكما تحتي يعني اخر الصفقات فهي غادي تكون جديد اللاعب المجربين الاول اللي هو يوسف القديوي اللي كنعرفوا القديوي يلعب من مجموعه من الانديه يعني منها الجيش وايضا الوداد البيضاء واللاعب محمد جواد اللي هو عنده تجربه كبيره في قسم الوطن الاول يعني سبق لعب في قسم الوطن الاول مع جمعيه سيرو وايضا حتى مع النادي المكناسي وفي الموسم الماضي فهو كان مع وداد تماره وكان يعني دوز موسم جيد وكان من المساهمين في المستوى الجيد اللي تقدمه فريق وداد تمارا في الموسم الماضي غير واللي كاين عزيز هو التوقع الرسمي ديال اللاعبين فهو مازال ما تمشى كاين هناك لقاء يعني ديال الرئيس جمال السنوسي مع اللاعبين ولكن التوقع الرسمي فمنتظر يكون يعني هاد الايام هذا ولكن كاين هناك اتفاق باش انه اجل اللاعبين باش انهم يلعبوا مع فريق ستاد المغرب واكيد عايز غادي يعطي واحد الاضافه كبيره للفريق في الهجوم الى زدنا عليهم اللاعب مهدي الكتاب اللي كيتعتبر حتى هو من النجوم ديال فريق ستاد المغرب كان سجل 18 للهدف وكان الهداف ديال القسم الهوات وعلى ذاك المهدي الكتاب فلحد الان فهو مازال ما مددش العقد ديالو يعني كتبقى هذه من الملفات المهمه بالنسبه للمهدي الكتاب لانه كما قلنا لعب في الموسم الماضي وسالت الكونترا ديالو ولكن لغايه يعني هذه المراسله هذه فالمهدي الكتاف ومازال ما مدتش يعني العقد ديالو اللي سمعناه هو عنده عروض ولكن مادام ان الكتاف هو كيتدرب مع الفريق وكيجري مباريات وديه فاكيد كاين نيه من الطرفين لا من المكتب المسير ديال ستاد ولا ايضا من اللاعب باش انه يواصل يعني المشوار ديالو كنعرفوا يعني القيمه ديالو مع فريق ستاد المغربي وكان ايضا من المساهمين ديال الصعود من بين ابرز يعني الراحلين على فريق ستاد المغربي هو اللاعب اونزدي اللي كان تيشكل مع المهدي كتام يعني الثنائي او القوه الضاربه ديال الهجوم اونزدي اللي كان مشى
الفريق الجمعيه السرب، اضافه الى اللاعبين اللي ما كانوش مؤثرين اللي هما اللي رحلوا على فريق ستاد المغربي. بالنسبه هذا ما يخص يعني الشق ديال الانتدابات والميركاتو ديال فريق ستاد المغربي، فيما يخص التدريب فالفريق فهو كيواصل التدريب ديالو، اليوم عنده حصه تدريبيه يعني في هذا المساء يعني طبعا بقياده المدرب مصطفى العسري، ومع قرب يعني البدايه ديال البطوله فاكيد ان الفريق فهو كيحاول انه يجد يعني راسو لهذه الانطلاقه. التذكير فقط غتكون اول مباراه ديال ستاد في البطوله غتكون خارج الملعب ديالو امام فريق شباب السوالم، والفريق يعني لعب مباريات وديه فلعب مع يوسفية برشيد وكانت هات المباراة التعادل 2-2، وأيضا لعب مع المغرب التطواني وكانت عادل بواحد لواحد، المباراة الأخيرة كانت مع الجيش الملكي وكانت ثلاث تعادل واحد لواحد. لكن ماشي عزيز فالنتائج ديال الصاد فهي جيدة يعني يعني مصطفى العسري في كما شفنا فهو أثر أنه باش يلعب مع أندية ديال القسم الوطني الأول باش أنه يعني يزيد من التجربة ديال اللاعبين ديالو، وكانت نتائج إيجابية حتى المستويات كما تحدثنا مع مصطفى العسري فكان راضي على الحضور ديال اللاعبين ديالو. ما ننساوش حتى المباراة ديال لاكوب هي كانت بروفا بالنسبة للفريق باش أنه يوجد البداية ديال البطولة، أنه كان تعادل مع أو انتصر تأهل على حساب حسنية بن سليمان بربعة الواحد كنتصر عليه. وغدا غتكون اخر مباراه وديه بالنسبه للفريق الصاد غتكون امام وداد تمارا، هي غدا غتكون اخر مواجهه قبل ما الفريق يدخل يعني كما تيقولوا المراحل الاخيره قبل الانطلاق ديال البطوله، غتكون كما قلنا رابع وديه بالنسبه للفريق الصاد المغربي. اذا يعني عزيز هذه اهم الاخبار اللي كتم الاستعداد ديال العائد الجديد للقسم الوطني الثاني الصاد المغربي. عوده اليك.